السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمينة بن علي. اليوم بشوف معي كيفية تحضير مرقة السفرجل الزمنية التونسي بطريقة سهلة مبسطة، والمذاق متاعها يجي من أبن وأحسن ما يكون. وكان عجبتكم وصفة اليوم وعجبكم محتوى القناة، ما تنسوش باش تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتبرتاجوا فيديوهات القناة بين أهلكم وأحبابكم، وتخلوا لي كومنتير صغير وتخلوا لي لايك تحت الفيديو. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. تو باش نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ونتعدوا مباشرة نطيبوا مرقة السفرجل التونسية الزمنية. حطيت كسرونة على نار متوسطة وخليتها تسخن، ونزيد فيها كاس من الزيت النباتي، ونزيدها 500 جرام من اللحم الغنمي، اللحم العلوش، ونزيد ملعقة صغيرة من الملح، ونزيد نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأكحل، ونزيد ملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة كبيرة ناقصة شوي من التابلو كروية التونسي. نحرك تاو المكونات مليح ونخليهم يتقلو شوي باش اللحم يدخل فيه ريحة لفاح. بعد لا حركت اللحم ولفاح مليح وقلبت اللحم على الشيرتين يعني على الجهتين، نزيد عليهم كاس حمص منفخ. نعاود نحرك المكونات مليح ونزيد 1 لتر من الماء اليغلي. هناك بديت نحضر في التقلية، حطيت 1 لتر من الماء بجنبي يغلي، وكي نكملوا التقلية ونحضروها نزيدوا عليها الماء اليغلي باش تسرع في عملية الطبخ. نحرك تو المكونات مليح ونقص عليها النار، نخلي نار هادية ونغطيها ونخليها مدة 30 دقيقة باش اللحم يدخل فيه الطياب هو والحمص. تو باش نتعدوا مع بعض وننظفوا كعبات السفرجل. عندي 750 جرام من السفرجل، وجبت صحن كبير فيه ماء عادي وعصرت فيه نصف ليمونة وخليتها بقشرتها في وسط الماء، وسبقتكم ونظفت كعبة سفرجل. وعلاش زدت الليمون في الماء اللي فيه السفرجل؟ باش السفرجل ما يسودليش المرق، يعني تحافظ على اللون متاعها. تو باش نبدو ننظفوا مع بعض كعبات السفرجل. نقسم كعبة السفرجل على 4 قطع، وكل قطعة من الـ4 قطع ننظفها كما ننظفوا كعبة الانجاز. نحوك الوسطاني على الطول ونزيدو ننظفوا القلب متاعها، ونزيد نجيف الظهر متاعها ونعمل خط طويل بالسكينة، يعني نحي قشرة بالطول. والقطعة اللي نكملها نحطها في الصحن اللي فيه الماء وعصير الليمون لين نكمل القيمة كاملة. وبعد لنكمل القيمة كاملة ننظفها ونحطها في المال فيه عصير الليمون، نخليه مدة 5 دقائق. وبعد لا يركح في المال فيه الليمون 5 دقائق نهزه في حوض السبالة ونغسله مليح. بعد مرور 30 دقيقة والمرق يطيب على نار هادي، نحركها مليح ونزيدها القيمة متاع السفرجل. نحرك توا السفرجل في المرق مليح ونزيد في النار نخليها نار وسط لين تعاود المرق يرجع الغليان متاعها، وبعد نغطيها ونخليها تطيب على نار متوسطة مدة 15 دقيقة. بعد مرور 15 دقيقة ومرقة السفرجل تطيب على نار متوسطة، ونزيد عليها كاس زبيب غسلته مليح بالماء البارد ونذره ذرين في وجه المرق، ونزيد عليها كاس سكر رطب سكر محور ونزيد نذره في وجه المرق. تو باش نهز كسرونة المرقة لفوق شوي ونبدا نهز ونجيب فيها ونحرك فيها بالدور كيما تشوفوا معايا لين السكر يختفي من غير ما ندخلوا المغرفة في الكسرونة. بعد لنحركها بالكسرونة كيما تشوفوا معايا مليح والسكر يختفي، نخليها تطيب وهي مكشوفة، يعني ما نعاودش نرجع عليها الغطاء لين المرق نتاعها يخفير واللحم والسفرجل يتعسلوا ويتشربوا ماك السكر اللي زدناه والزبيب. مرقة السفرجل حضرت وطابت، اللحم والسفرجل تشربوا من الزبيب والسكر اللي زدناهم وتعسلوا مليح. تو باش نطفي عليها النار ونمشوا مع بعض نحطوها في صحن التقديم. ان شاء الله حبيتكم تشوفوا معايا المرقة قبل ما نحطها في صحن التقديم كيفاش تجي خاطرة ما شاء الله ومعسلة تعمل الكيف.
ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضيرها وتنال رضاك. توما بقى لي كنقولكم الى اللقاء في وصفه قادمه عن قريب. دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.